بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض واحد من الفور بيزك تيشو تايبس اوف ذا بودي، وهو الكونكتيف تيشو أو النسيج الضم. نفتكر بس مع بعض كده مين هما الفور بيزك تيشو تايبس. كان عندي الإبيثيليال تيشو، في الكونكتيف تيشو، في الماسكولار تيشو اند نيرفوس تيشو. النهارده باذن الله هنفوكس على الكونكتيف تيشو. قبل ما ابدا بس هنشوف جزء ريبريزنتابل اريا فروم اور بوديز اد البو. هنشوف ايه التركيب بتاعها او ايه التكوين بتاعها عشان نتخيل مع بعض الكلام اللي هنتكلم عليه النهارده. لو جيت شفت كده من بره لجوه، انا عندي فيه سكن هو اللي عامل الكفر. تحت السكين اللي هو اللون البينك ده في جزء اصفر اهو سوفت تيشو، وبعدين في ماسلز، في بونز، والبونز دي بتيجي عند اماكن التمفصل وتعمل المفصل الجوينتس. في الجوينتس هنا الاند بتاعه البون بتبقى لايند باي كارتليج. كل ده ماشي معاه blood vessels علشان يعمل supply of oxygen and nourishment وياخد الويست برودكتس. طيب كل جزء من دول بيبقى innervated، يعني النيرف تشو موجود فيه. لو جينا بقى قسمنا دول وعايزين نطلع منهم الفور تايبس اوف تيشوز بتوع الجسم، احنا اتفقنا ان الجسم هم بس اربعه تايبس. طب اللي احنا قلناه ده كتير، هنبتدي الاول هنا الابيثيليوم ريبريزنتد بالسكين، هنا الستراتيفايد سكويمس الكيراتينايز تايب، هنا في السكين. السوفت تيشو اللي تحت السكين هي ريبريزنت الكونكتيف تيشو بروبر. الماسل هتعمل ريبريزنتيشن للماسكولار تيشو، والنيرف قلنا انرفيتنج كل الحاجات دي هو ده النيرفاس تيشو. طيب امال باقي الحاجات اللي قلتيها، البون، الكارتليج، البلاد اللي ماشي جوه البلاد فيزلز، دول عباره عن ايه؟ ايه انهي طيب من دول؟ طبعا مش ايبيثيليوم ومش ماسلز ومش نيرفس. امال دول ايه؟ دول هيبقوا سبيشاليزد تايبس من الكونكتيف تيشو. يبقى دلوقتي مبدئيا نعرف ان الكونكتيف تيشو ده عباره عن مجموعه من الانسجه التي تتشارك في كومن كرايتيريا. هتختلف اختلافات بسيطة علشان تدينا further subtypes bone, cartilage and blood plus the connective tissue proper اللي هو ال soft tissue. نبتدي نشوف ايه ال components بتاعت ال connective tissue. اي tissue عبارة عن مجموعة من الخلايا specialized forms cells اللي هتعمل الفانكشن هنا embedded in what's called extra cellular matrix. الاكسترا سيلولار ماتريكس ده الجراوند سبستانس اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول، ومعاه شويه الفايبرز اللي احنا شفناها في الصوره اللي هو ما بين الخليه والخليه مش فراغ. امال ايه؟ في باك جراوند، خلفيه ارضيه اسمها جراوند سبستانس قاعده عليها الخلايا، ما بينهم في مجموعه من الايه؟ الفايبرز. يبقى وانس سيادتك اول ما يجي في بالك او تسمع كلمه كونكتيف تيشو لازم يجي في بالك الثلاثه كومبوننتس دول، سيلز، فايبرز، اند جراوند سبستنس. هنبتدي نتعرف على تركيب كل حاجه من دول على مدار المحاضره دي واللي جايه ان شاء الله. لكن الاول لازم نعرف الكرايتيريا اللي بتميز الكونكتيف تيشو. ليه انا المجموعه البون والبلاد والكارتليج والكونكتيف تيشو بروبر كلهم مع بعض كده، انا ليه سميتهم كونكتيف تيشو؟ علشان هم بيتشاركوا في كومن كرايتيريا. ايه الكومن كرايتيريا دي؟ نفتكر بس شويه حاجات كده عن الابيثيليوم هينفعونا هنا، هنلاقي الاوبوزيت دايما على طول. الابيثيليال سيلز كانوا بيبقوا تقريبا اوف ذا سيم. طيب لو هما سيمبل زي ما احنا شايفين كده، سيمبل يعني فورم اوف وان رو، صف واحد اهو من الخلايا جنب بعض شبه بعض قريبين جدا من بعض. مش بس كده،
joined by junctions. طيب الخلايا دي برضو كانت resting on basement membrane، تمام. وبعدين عندي ما بين الخلية والخلية space صغير خالص، الاكسترا سيلولار سبيس قليل جدا، في ماتريكس يعني ماده كده خفيفه خالص وقليله جدا في المنطقه دي، تمام. كان في حاجه تانيه مهمه جدا، وهي ان الابيثيليوم كان افاسكولار. يعني ايه افاسكولار؟ يعني مفيش بلود فيزل يقدر يخترق ويمشي علشان يجي ما بين الخلايا بتاعه الابيثيليوم، لكنه كان انروفيتد نيرف فايبر او نيرف اند تمشي فريلي عادي ما بين الابيثيليال سيلز، ولكن ايه افاسكولار. ده بيمثل الابيثيليال سيل. لو شفنا الجزء اللي تحته ده، وده هيبقى ريبريزنتنج الكونكتيف تيشو، عباره عن مجموعه من الخلايا الغير متشابهه مختلفين، مجموعات مختلفه من الخلايا، ادي خليه وادي ثانيه وادي واحده غيرها خالص وهكذا وهكذا، مش قريبين من بعض اهو، بين دي ودي مسافه كبيره وسبيس كبير، وايدلي سيباريتد، فبالتالي مفيش الكونكشنز والجنكشنز اللي كانت موجوده هنا في الابيثيليوم، دي موجوده هنا مفيش. في بلود فيزل؟ اه في بلود فيزل، يبقى في بلود سبلاي بيدخل وبيمشي وسط الخلايا، يبقى ده فاسكوليتد. في بلود فيزل بيمشي ما بين الخلايا عكس الابيثيليوم اللي قلنا ان هو ايه افاسكولار، تمام؟ تمام. وبرده انرفيتد، ومع البلود فيزلز بيمشي الليمفاتيك فيزلز. طب يا ترى الكونكتيف تيشو الاوريجين بتاعه ايه؟ احنا عارفين ان احنا عندنا ثلاثه كتل من التيشوز اللي بعد كده بيحصل لها ديفرنشيشن وتدي الديفرنت فورمز اوف اورجانز وسيستمز. عندي الاكتوديرم والميزوديرم والاندوديرم. الكونكتيف تيشو بي اوريجينيت فروم ذا ميزوديرم. يبقى تاني عندي الكرايتيريا المهمه اهي، انه الخلايا وايدلي سيباريتد وذن ان اباندنت ماتريكس، في بلود فيزل يقدر يخترق وماشي معاها الليمفاتكس، وطبعا هي انرفيتد. الاوريجين من الميزوديرم. ايه الفانكشنز بتاعت الكونكتيف تيشو؟ انتوا عارفين ان احنا دايما بنحب، انا عن نفسي بحب ابدا بالفانكشن علشان اشوف ايه الموديفيكيشنز اللي حصلت في الخلايا علشان تقدر تعمل الفانكشن بتاعتها على اكمل وجه. فانا عندي كونكتيف تيشو بيعمل سبورت، ميكانيكال سبورت ونيوتريتيف سبورت وديفنسال سبورت. يعني ايه كل كلمه من دول؟ الميكانيكال سبورت ده بيحصل عن طريق، لو انت مثلا حضرتك عشان اقرب بس الموضوع، دخلت المشرحه وفتحت الكاديفر وحبيت تطلع اي اورجن من مثلا البودي كافيتي، من الابدومينال كافيتي، ليفر مثلا، سي انك هتطلع الليفر، امسكه كده وحاول تطلعه، هل هيطلع مع في ايدك من غير السكشن؟ انت حضرتك لازم بتعمل الاول ديسكشن، بتسلك الدنيا علشان يطلع في ايدك الليفر مثلا. ايه اللي عامل هولدنج او فيكسيشن للليفر في السراوندنج ستراكشر وفي البودي كافيتي؟ الكفر بتاعه الخارجي اللي بيتعامل من الكونكتيف تيشو. يبقى الكونكتيف تيشو دلوقتي بيعمل باكج او كفر لاي اورجن من بره، من الخارج من بره، بحيث ان هو يعمل له fixation و holding ليه within the surrounding organs. يبقى أول حاجة هيعمل ميكانيكال إيه؟ ميكانيكال سبورت، تمام؟ الميكانيكال سبورت عن طريق إن زي ما قلنا دلوقتي بي connect and hold tissues together مع بعض، خلاص؟ فبيحصل holding ليهم كمان in place في مكانهم، مش وأنت ماشي سيادتك كده حبيت تجري ولا تنط لفوق شوية كده تبص تلاقي الليفر بتاعك بقى في، لا ما بيحصلش. ليه؟ كونكتيف تيشو فيكس اورجنز ان بليس، يبقى فيكس ذيم توجذر او كونكت ذيم توجذر اند فيكس ذيم ان ايه؟ ان بليس، تمام.
كمان بيدي البودي اتس فورم او اتس كونتور. في زي ما هنشوف دلوقتي تايب من الكونكتيف تيشو اللي هو الفاتي كونكتيف تيشو، ده بيبقى موجود في الديستريبيوشن بتاعه في اماكن معينه زي التشيكس، التشولدرز، البوتوكس، البريست اند فيميلز، مسؤول عن البودي كونتور او البودي شيب. تمام. طيب دي الميكانيكال سبورت. امال النيوتريتيف سبورت؟ النيوتريتيف سبورت ده بيبقى الانترانس، احنا قلنا دلوقتي هو بيغلي في كل اورجن، علشان البلود سبلاي يدخل للاورجن ده لازم هيمشي ثرو الكونكتيف تيشو. يبقى البلود فيزل عشان يوصل للاورجن بتاعه لازم هيمشي او هيدخل في الكونكتيف تيشو اللي مغطي الاورجن ده علشان يقدر يوصل له ويبقى جوه يغذيه. يبقى السايت فور بلود سبلاي. مش بس كده، بيبروفايد الميديا اللي من خلاله النيوترينت هتمشي يحصل لها ديفيوجن خلاص، علشان الاكسجين طبعا معاه مش النيوترينت بس، علشان توصل للسيلز، وفي نفس الوقت العكس النيوترينت اللي بتاع الويست برودكتس من الخلايا يحصل لها ديفيوجن وتوصل للايه للبلاد علشان يتخلص منها. يبقى ده النيوترينت او النيوتريتيف سبورت. طيب في حاجه تاني او في فانكشن تانيه ليها علاقه بالنيوتريشن، ايه هي؟ The storage of some substance زي الفات، زي المينرالز، الووتر and so on. طيب امال ايه قصه الاميون او الاميونولوجيكال ديفنس؟ عن طريق بعض الخلايا زي ما هنشوف دلوقتي من خلايا الكونكتيف تيشو بتقدر انها تساعد في حمايه الجسم ضد اي انفيدر خارجي. نبتدي بقى نشوف الاستراكشر بتاع الكونكتيف تيشو. احنا اتفقنا ان الكونكتيف تيشو، وانس ان انا اقول كونكتيف تيشو يبقى على طول في دماغي هتكلم عن سيلز، وهتكلم عن فايبرز، وهتكلم عن ايه؟ باك جراوند او جراوند سبستانس. اول حاجه هبتدي اتكلم عليها هي الجراوند سبستانس. الجراوند سبستانس دي عباره عن ايه؟ عباره عن شويه بروتينات وشويه كربوهيدراتس ارينجد كيميائيا مع بعضهم بطريقه معينه، بحيث لو المولكيول فيه كربوهيدرات كتير وشويه بروتينز قليله يبقى اسمه بروتيوجلايكان، او يبقى مولكيول المين كومبوننت بتاعه هو البروتين بلس شويه من الكربوهيدرات يبقى اسمه جلايكوبروتينز. يبقى انا دلوقتي الباك جراوند او الارضيه دي عباره عن كربوهيدرات وبروتينز، كيميائيا بيعملوا شويه مركبات مع بعض، هتاخدوها بالتفصيل طبعا في الكيمياء، يدونا what's called proteoglycans and glycoproteins. طيب يدونا تركيبه او مركب كده، ماده colorless ملهاش لون وترانسبيرنت شفافه. طب ايه وظيفتها؟ قلنا دي الميديا علشان الترانسفير، سواء اكسجين ونورشمنت من ناحيه او ويست برودكتس من الناحيه الثانيه. allow الكونكتيف تيشو تو بيرويت، ده يعني ايه؟ انت حضرتك لو جيت بصباعك كده دوست على اي حته في دراعك، دوس على اي حته كده هتلاقي ان في بريشر خلاص عمل فعصه كده في دراعك، وانس ان انت شلت صباعك بيرجع تاني زي ما هو. فهي دي بير البريشر او بير الويت اللي فيه. تمام؟ طيب الحاجه الثانيه ده رول بقى بيحصل في الباثولوجيست، في الباثولوجيست المختلفه زي الانفلاميشن مثلا اللي بيصاحبها ورم او تورم. زي مثلا الحساسيه، حد مثلا قرصه نحله، نمله، واتيفر، اي حاجه، بص تلاقي الاريا اللي اتقرص فيها دي بقللت كده ونفخت وعملت زي الايه البقليله. طب ايه اللي حصل هنا؟ بدا يبقى في اكسيوديت من البلود، من البلازما، يطلع من البلازما فلويد. خلاص هتاخدوا الميكانيزمات دي كلها ان شاء الله. اوكي، الفلويد ده يحصل له اكيوميليشن في المنطقه دي، وبالتالي تورم الحته دي، تورم خلاص. بنشوفها كومن قوي مثلا في امراض الكبد، بص تلاقي او القلب، الرجلين بتاع مريض الكبد او القلب تلاقيه على طول مورمه، منفوخه كده ومورمه. ايه السبب؟ ان accumulation of fluid فين؟ في الكونكتيف تيشو. يبقى ده السايت فور ايديما اند فلويد accumulation في الانفلاميشن. تمام؟ يا ترى الكونسستنسي بتاع السبستنس ده ايه؟ يعني احنا قلنا ان هو ملوش لون وترانسبيرنت شفاف. طب يا ترى هو طري ولا ناشف؟ جامد قوي ولا ميه؟
في الحقيقة احنا هنلاقي الفور تايبس من الاشياء دي عليه. احنا هنقسم الكونكتيف تيشو according to the consistency بتاعت الجراوند سبستانس into four types. التايب النورمال بتاعي او العادي او اللي احنا كلنا عارفينه ان هو يبقى سوفت، يبقى الكونكت الماتريكس دوت يبقى الباك جراوند ده تبقى سوفت خلاص زي الجيلي كده، وده اللي بنسميه كونكتيف تيشو بروفر، او تبقى فلويدي يعني الماتريكس او الباك جراوند دي الارضيه اللي قاعده فيها الخلايا تبقى زي الميه فلويدي، وده اللي بنشوفه في البلاد. السوفت احنا لسه قايلين دلوقتي الجيلي لايك دي في الكونكتيف تيشو بروبر، تنشف شويه زي لو حضرتك كده مديت ايدك على التيب اوف يور نوز هتحس فيرمنس او فيرم كونسيستنسي. تمام، الكونسيستنسي الفيرم دي بنلاقيها في الكارتليج. اوكي طيب تخبط بقى فوق كده عند قرطك هتلاقي الدنيا هارد قوي، بقت ناشفه قوي. الماتريكس هنا بقت هارد بسبب الاكيوميليشن اوف كالسيوم وفوسفورس شويه مينرالز ثانيه، لكن مين لي كالسيوم وفوسفورس حول لي الماتريكس ده من السوفت جيلي لايك بتاع كونكتيف بروبر العادي لهارد، وده بنشوفه في البون. عشان كده لما قلت لحضرتك في البدايه في الشريحه اللي ديت قبل كده ان انا عندي مجموعه ادي الماسكولر والانرفيشنز بتاعتها وادي الابيسيليوم ادي ثلاثه، طب باقي الهيصه دي كلها تتبع مين؟ قلنا انها تتبع الكونكتيف تيشو او هتبقى سبيشال فورمز اوف كونكتيف تيشو. يبقى انا عندي دلوقتي البلاد الكارتليج البون ار سبيشال فورمز اوف كونكتيف تيشو، وهيتاخد كل واحد في محاضراته لوحده وهيتشرح وكلهم بيشملوا ان التركيب بتاعهم عباره عن سيلز وفايبرز وماتريكس. الماتريكس سوفت ولا هارد ولا فلويدي ده اللي بيحدد لي تايب. نوع الخليه هيختلف سن علشان كل مكان هيحتاج سبيشال فورم اوف سيلز تقدر تديني الشكل النهائي بتاع الايه؟ بتاع التشو. تمام؟ نبتدي بقى، يبقى احنا كده اتكلمنا على الكونكتيف تيشو جراوند سبستانس عباره عن بروتينز وكربوهيدرات بتكون بروتوجلايكينز وجلايكوبروتينز ان جنرال المفروض انها سوفت ان كونسستنسي زي الجيلي كده، ولكن احيانا تبقى فلويدي زي في البلاد او تبقى سوفت بتبقى هارد زي في البون او ميد واي كده سيمي سوليد او فيرم زي في الكارتيج. تمام كده؟ تمام. نخش بقى على تركيب الكونكتيف تيشو سيلز في الكونكتيف تيشو بروبر. السيلز اللي موجوده في الكونكتيف تيشو هنلاقيها عباره عن تو جروبس، اما ان الخلايا دي اوريجينيتد من البدايه في تكوين الكونكتيف تيشو في الامبريو من البدايه خالص انترا امبريونيك ترانس ديفرنشيشن اوف ميزوديرم انتو ميزينكايمال سيلز وبعدين كونكتيف تيشو، فدول ريزيدنت سيلز او فيكسد سيلز، او ان فيما بعد ان الكونكتيف تيشو في توقيت محدد في under certain conditions يحتاج لمجموعه ثانيه من الخلايا تبتدي تهاجر له من مكان ثاني وتيجي تدخل الكونكتيف تيشو. يبقى انا عندي الخلايا دلوقتي يا اما فيكسد يا اما فري، يا اما فيكسد يا اما فري. لو مثلناها مثلا ببلد زي مصر كده، احنا الريزيدنت الناس اللي عايشين اصل البلد او اصحاب البلد، ممكن يبقى في وافدين من بلاد اخرى ومن جنسيات اخرى يجوا عندنا، دول جايين وافدين مهاجرين. يا رب دي بس كده اكزامبل يقرب الفكره. يبقى انا عندي دلوقتي الخلايا هقسمها لتو جروبس خلاص زي ما احنا شايفين كده. الجروب اللي على الشمال هنا اللي هسميه الفيكسد سيلز، وده عباره عن زي ما احنا شايفين كده 7 تايبس اوف سيلز، والجروب اللي على اليمين هنا اللي هو 3 تايبس اهو دول الفري او الواندرنج او المايجريتنج سيلز. يبقى لما اجي اتكلم على كونكتيف تيشو سيلز هلاقي ان في فيكسد سيلز وفي فري سيلز او واندرنج سيلز. طيب الفيكسد سيلز بقى نمسكهم بقى واحده واحده ونبتدي نشوف كل كرايتيريا لكل واحده مكانها فين في كونكتيف تيشو باللايت مايكروسكوب شكلها عامل ازاي
بالالكترون مايكروسكوب ايه الاورجانيلز الموجوده، النيوكليس عامله ايه، في اي سكريشنز معينه او جرانيولز جواها and so on، وفي الاخر هنعرف ايه الفانكشن بتاعه الخليه. هنبتدي ناخدهم كده واحده واحده، وهنبتدي بالفايبروبلاست. ولو لاحظنا هنا انا بقول فايبروبلاست اند فايبروسايتس. طيب نشوف الفايبروبلاست. لو جيت بصيت على الفايبروبلاست، انا هنا ده دايجرام رسمه بتمثل الفايبروبلاست، نبتدي نوصف فيها. خلاص، اول حاجه الشكل بتاعها، هل هي ريجولار سيل ولا ايريجولار سيل؟ هي ايريجولار سيل. ليه؟ لان عندها بروسيسز اهو، بروسيس او برانش طالع لفوق لبره كده اهو، فبالتالي اداها ايريجولاريتي في الشيب بتاعها. طيب السيتوبلازم بتاعها يا ترى اسيدوفيليك ولا بيزوفيليك؟ الطبيعي ان اي خليه تبقى بيزوفيليك الا لو فيها اورجانيلز معينه محدده اللي هي الرايبوسومز والرافند بلازميك ريتيكلم، هما اللي بيخلوا السيتوبلازم يتحول من المفروض يبقى اسيدوفيليك يبقى بيزوفيليك. طب الاقي ده امتى؟ لما تكون الخليه دي بتصنع ايه؟ بتصنع بروتين. تمام؟ ماشي. طيب يبقى انا عندي هنا السيتوبلازم المفروض ان هو هيبقى اسيدوفيليك، لكني مش هلاقيه اسيدوفيليك. هنشوف ايه دلوقتي. طيب الشكل بتاع النيوكليس، النيوكليس بتاعتها بتبقى سنترال زي ما احنا شايفين كده في النص. تمام؟ اوفال تو راوندد، يعني يا اما مدوره كده يا اما اوفال ان شيب. بيل ان كلر، لونها بيبقى فاتح. فيها برومينانت اهو اللي احنا شايفينها دي نيوكليولس. تمام؟ يبقى تاني الفايبروبلاست خليه فلات الريجولار ان شيب، تمام؟ عندها سنترال راوند تو اوفال ايه؟ بيل نيوكليوس ويز برومينانت نيوكليوس. تمام؟ طيب السيتوبلازم هيبقى بيزوفيليك. ليه؟ لاني لما اجي اشوفها بالالكترون مايكروسكوب هلاقي الاورجانيلز اللي فيها هي الاورجانيلز المسؤوله عن البروتين سنسيشن او سنسيتايزيشن فورميشن. تمام؟ اللي هم مين؟ اللي هم الراف اندوبلازميك ريتيكولوم، الجولجي ابريتس، وطبعا موجوده الميتوكوندريا بكميه كبيره علشان المصنع يشتغل. في برضه فري وبوليسومز، فري رايبوسومز وشويه من البوليسومز. تمام؟ دول بقى وجود الرايبوسوم والراف اندوبلازميك ريتيكولوم الكتير هو اللي بيدي السيتوبلازم الايه؟ البيزوفيليا اللي شفناها باللايت مايكروسكوب. النيوكليس هشوف برضه البيل نيوكليس او الاوبن فيس نيوكليس اللي هي فيها ايو كروماتين لانها اكتف سيل. فدي ان ايه هنا مش كوندنسد، مفكوك علشان بيحصل عمال يحصل ترانسكريبشن عشان المصنع يطلع ميسنجر، عشان النيوكليس طلع ميسنجر ار ان ايه رسايل للمصانع اللي بره في السيتوبلازم تعمل بروتين. ايه البروتينز دول؟ الفايبروبلاست هي المسؤوله عن الفورميشن اوف الماتريكس اللي حواليها سواء الباك جراوند او الفايبرز، وهما الاثنين البروتين هو المين كومبوننت. يبقى عشان كده الفايبروبلاست دي ايديال سيل ينطبق عليها انها بروتين سنسيتايزنج سيل. طيب زي ما قلنا دلوقتي ايه الفانكشن؟ هي بتعمل كونكتيف تيشو فايبرز والماتريكس اللي حواليها. تمام؟ تمام. في نورمال ريت عادي هي شغاله بيه اثناء الجروث او وات ايفر، ولكن لما بيحصل كمان انجري بنلاقي ليها الرول الكبير انها على طول عماله تعوض التيشو دامج والتيشو لوس اللي حصل بانها تعمل اكتر ماتريكس، اكتر تعمل اكتر فايبرز، وبالتالي تعوض ويحصل الهيلينج بسرعه. دي الفايبرو ايه؟ فايبروبلاست. طيب الاوريجن بتاعها منين؟ من الميزوديرم او من الميزنكايمال سيل. الاقيها في مكان محدد في الكونكتيف تيشو؟ لا، وايد ديسبيرس كده في اي حته في الكونكتيف تيشو تلاقي الفايبروبلاست دول موجودين. ده هنا بلايت مايكروسكوب اللي حواليها ده كولاجين فايبرز، مش مشكله يعني دلوقتي. المهم اللون البينك ده النيوكليس دايما هي اللاند مارك بتاعت الخليه في اللايت مايكروسكوب، في صور لايت مايكروسكوب يعني. ادي الاوفال بيل نيوكليس تمام بتاعت الفايبرو. امال ايه بقى الفايبروسايت؟ الفايبروسايت ما هي الا ايجد فايبروبلاست. فايبروبلاست عجزت، كبرت، بطلت تشتغل، المصنع بتاعها وقف، البرانشز خفت وقلت خالص. تمام؟ وبالتالي البيزوفيليا هتقل لان المصنع
شبه مش شغال خلاص، فيها كميه قليله جدا من المصنع اللي هو الراف اندوبلازميك ريتيكل، وبالتالي البيزوفيليا قليله والنيوكليس بدات تغمق وتبقى دارك لان السايت الدي ان ايه كوندنسد لانه مش شغال. تمام. طب امال قاعده ليه؟ ما تموت. لا، هي بتعمل مينتيننج ل الكونكتيف تيشو، هي قاعده كده في مكانها وهي في مكانها كده حافظه تركيب وتكوين الكونكتيف تيشو وبتمنع البريك داون او التيرن اوفر اوف ذا ماتريكس. ده شكل اهو، ادي الفايبروبلاست بالبروسيسز الكتيره اهو هنا وهنا، الاورجانيلز الكتيره خالص برضو، مقابل هنا الفيوزي فورم برانشات قليله قوي، دي واحد اهو واحد اهو خلاص، الاورجانيلز قليله جدا جوه، دارك نيوكليس هنا، بيلر نيوكليس، شويه اورجانيلز فيو خالص لما تقارن هنا بهنا. تمام. دي ايه بقى قصه الريتيكولار سيلز؟ الريتيكولار سيلز ما هي الا فايبروبلاست ولكنها سبيسيفايد، هتشتغل بالسبيسيفيكيشن شويه، هتبقى بس مسؤوله عن تكوين نوع واحد من الفايبرز اسمه الريتيكولار فايبرز، مش كل الانواع زي الفايبروبلاست، عشان كده هتاخد اسم الريتيكولار. مش بس كده، كمان هتلاقي البروسيس بتاعتها زي ما احنا شايفين هنا كده، عندها بروسيس طويله. يعني لو جيت رسمتها، هرسم كده مثلا لو هي اهي اهي، تمام، الاقي البروسيس مش، لا مش كده، البروسيس طويله اهو، طويله تمام، بحيث انها مع خليه ثانيه، لو رسمنا خليه ثانيه مثلا هنا اهي اهي، هتبتدي برضو تعمل بروسيس، يعمل جانكشن مع دي اهو هنا، والبروسيس بتاع الخليه دي يعمل جانكشن مع دي تاني وهكذا، وبالتالي يعمل لي لايك نتورك، يبقى دي خليه ودي خليه. ماشي، ده النيوكليس بتاعتها المفروض ازرق بس يعني معلوم. تمام كده، فبدا يبقى في ايه زي نتورك او واتس كولد ريتيكولوم. تمام. ايه اللي هي الخليه دي الفانكشن بتاعتها ايه؟ الفانكشن بتاعتها انها بتعمل السبورت الاستروما اوف اورجانز. يعني ايه؟ يعني انا عندي مثلا، اعتقد كلكم فاكرين ان الليفر مثلا الخلايا بتاعته بتترتب في شكل هكساجونال، شكل سداسي كده، تلاقي الخلايا مترصصه هنا كده جنب بعض في الشكل السداسي، طبعا دي الخلايا اهي بتاعت الليفر، ماشي، هتترصص وتملى كل الشكل ده، المهم انها تديني الشكل الايه الهكساجونال ده. تمام. تمام. طيب ايه اللي خلى الخلايا اللي جوه دي ترصصت كده؟ الريتيكولار سيلز دي عملت قالب شكله سداسي بحيث ان خلايا الاورجن تيجي تترتب وتاخد المنظر ده. في بعض الاورجنز ثانيه مثلا يبقى ترتيب الخلايا فيها في شكل دائري، بص للخلايا كده خدت شكل الدايره كده اهو، اهو الدايره اللي بره دي، تيجي الخلايا تترصص كده في شكل الدايره، او احيانا في شكل عواميد او احبال كده اهو، دي خلايا جنب بعض. ايه اللي بيخلي الخلايا تاخد الشكل ده كده في الترتيب، سواء مثلا هكساجونال اوفال او راوندد ان شيب كده الفولكلز دي، او في كوردز؟ تمام، هو وجود القالب. مين اللي بيعمل القالب ده؟ اللي بيعمل القالب ده الريتيكولار سيلز بالفايبرز بتاعتها، تعمل الشكل ده او الشكل ده او الشكل ده، وبالتالي الخلايا تيجي تستلد فيها فتدينا المنظر ده. بالظبط زي مثلا ايه، انت في المولد النبوي مثلا بيبقى في حصان وفي عروسه زمان ايامنا احنا يعني، اللي كانت بالسكر وكده، فكانوا بيعملوا لها قالب يصبوا فيه السكر وهو سايح، لما ينشف ياخد بقى الشكل ده. مين القالب هنا؟ الريتيكولار سيلز تعمل لي المنظر ده. خلاص، يبقى ايه الفانكشن بتاعتها؟ انها بتعمل سبورت اوف ذا ستروما فور اورجنز. بعد كده معانا خليه ثانيه هي اسمها البيري سايت. اتفقنا ان كلمه بيري يعني حول او ما حول، ما حول الخليه. ليه اسمها كده؟ لان انت لو شايف معايا هنا دي البيريسايت اهي، سراوندنج وات؟ سراوندنج دي اندوثيليوم اوف ذا بلود فيزلز. تمام. طب علشان كده اسمها الخليه اللي حوالين الخليه الثانيه، ادي الخليه اللي حوالين الخليه الثانيه، شكلها ازاي؟ عامله زي نجم البحر بالظبط، برضو عندها بروسيسز وبرانشات طويله. البروسيسز او البرانشات دي
بتبقى لفه حوالين الاندوثيليوم ومحاطاه. طيب ايه اهميتها؟ طبعا عندها اوفال نيوكليس وسنترال، والسيتوبلازم بتاعها بيبقى بير سيتوبلازم. طب ايه الفانكشن بتاعت البيريسايت؟ هنرسم مع بعض كده. ده بلود فيزل، تمام؟ ده ايه؟ بلود فيزل. اوكي، هيجي هنا يحصل انجري كات هنا، فالبلود فيزل ده يتقسم لجزئين، ادي اهو جزء، تمام، وادي جزء الايه؟ التاني، عشان الانجري اللي حصل هنا حصل قط. الجزء الثاني معلش اسمه خلاص، حصل قط هنا فاتفصل، بدل ما هو ماشي مستمر كده كونتينوس اتقطع نصين. ده في لما يحصل جروح، تمام. البيريسايتس ليها رول بقى مهم قوي هنا. اول حاجه انها تكونتراكت، تقدر انها تكونتراكت زي العضله كده، تمام، تنقبض، فتقلل خالص عند المنطقه دي. خلاص لما تنقبض هتقلل الديامتر هنا فيقلل البلاد فاس. الحاجه الثانيه بس هرسمها بلون تاني، ان انا لو جيت هنا وقلت ادي البريسايت موجوده هنا اهي، هتبص تلاقيها بعتت البروسيس بتاعتها على الجزء اللي بعيد ده اللي انفصل، تمام كده، من هنا ومن هنا، وبين قبضها بتحاول تقرب الجزء ده على ده، فيقل الجابنج ما بين الكاتس بتاعت البلاد فيزل اللي اتقطع ده. مش بس كده، ده هي كمان ممكن تتحول، هي نفسها تتحول لاندوثيليال سيلز، وتيجي في الجزء الفاضي ده اللي هو فيه الجاب، وتبتدي تملى علشان تكمل وتوصل البلاد فيزل، ويرجع تاني لبلاد فيزل واحد زي هنا. يبقى الفانكشن بتاعت البيريسايتس ثلاث حاجات: اثناء اللي هي القط او الانجري علشان ترجع البلاد فيزلز زي ما كانت لوحده، تبتدي تعمل كونتراكشن فتقربهم على بعض، وبالتالي برضو هتقلل كميه البلاد لوس اللي هيحصل. الحاجه الثانيه انها لو لسه في مكان فاضي او جاب ما بين التو ايدجز بتوع البلاد فيزل، هي بتحاول تملا وتبني وتتحول لاندوثيليال سيلز علشان تلحم وتوصل التو ايدجز ببعض علشان نرجع تاني للجزء السليم during الوند هيلينج بتاع الايه؟ الكات، تمام؟ يبقى دي مين؟ البيري سايت. الاندوثيليال سيل احنا خدناه قبل كده عباره عن سمبل سكويمس ابيثيليوم، خدنا الكرايتيريا والنيوكليس عامله ازاي ومش عارف ايه والكلام ده كله خدناه في الابيثيليوم، فمش هنكرره تاني النهارده. فيوزيفورم او تبقى برانشد سمول سيل كده، عندها دارك سيتوبلازم ودارك نيوكليس. سيتوبلازم ودارك نيوكليس، بس هنا النيوكليس احنا عاملينها بين شويه رسم طبعا علشان بس يبان الكونتراست، انت تشوفوا النيوكليس اهي. خلاص؟ يبقى دي مين؟ دي الميزينكايمال. بعد كده في الماكروفيج سيلز، ودي عندي منها نوعين، يا اما فلي يا اما فيكسد. ازاي بقى؟ الفيكسد دي بتتكون منذ بدايه تكوين الكونكتيف تيشو، من تحول الميزودرم للكونكتيف تيشو من الامبري. لكن احيانا لو حصل برضو انفكشن انجري وات ايفر، تبتدي تتحرك من مكان تاني وتيجي الكونكتيف تيشو علشان تتحول وتبقى مايكروفاج سيل تساعد الخلايا الماكروفاج اللي موجوده هنا. طيب الاوريجن بتاعها ايه؟ سواء بدري خالص ايرلي او حتى بعدين الفري، دي بتتكون او بيحصل ديفرنشيشن ليها من المونوسايتس اللي هي واحده من اليوكوسايتس او لايت بلاد سيلز، تمام؟ مكانها بيبقى فين؟ في اي حته في الكونكتيف تيشو. طيب لما نعرف الفانكشن بتاعتها هنقدر نحكي على الاستراكشر والشيب والشكل بتاعها عامل ازاي. الخلايا دي زي ما انتوا اخدتوا زمان في ثانوية عامة اخدتوا انها عبارة عن خلية بتعمل ايه؟ الفانكشن بتاعتها بتاكل، او انتوا تقريبا بتتسمى الخلية البلعمية، بتبلع. خلاص؟ تمام، هي فعلا دي خلية البلعمية او الخلية الاكولة. هتعمل ايه؟ هتاكل اي فورين بوديز تدخل الجسم علشان تتكسر وتخلص الجسم منها وما يحصلش منها اي عدوان او غزو. طيب يبقى معنى كده ان الخلية دي
هتبتدي تاكل حاجات وهتتحرك مش فيكسد، وبالتالي وبالتبعيه السيل ميمبرين بتاعها او الباوندري بتاعها نوت ريجولار. امال ايه irregular؟ ليه؟ علشان لما يجي لها فورين بودي مثلا هنا اهو في الحته دي، اولا هتتحرك له هتمشي، وثانيا هتبتدي تطلع اكستنشنز اطول شويه من اللي هي عاملاها حاليا. يعني الاكستنشن دي تبتدي تتمد تاني، تطول كده، تطول 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 تطول، وتحاوط هذا الايه الفورن او الحاجه اللي عايزه تبلعها او تاكلها اهو لحد ما تاكلها. هتعمل لها كده انجيشن، هتدخلها جواها، فتدخل جواها تقعد كده وتفضل تتراكم بقى جواها. لا، في جواها جهاز هضمي اللي بيقوم بتكسير الفورن بوديز دي. مين الجهاز الهضمي ده؟ هو اللايسوسوم. فبالتالي انا كخليه تخصصي اكل واكسر، هيبقى جوايا العضو الخاص بالتكسير وهو المين؟ اللايسوسومز. اللايسوسومز بيبقى اسيدوفيليك بالمناسبه، يعني لما يبقى فيه لايسوسومز كتير يبقى السيتوبلازم دي تري اسيدوفيليك اهو. ماشي. طب والنيوكليوس؟ النيوكليوس بتاعتها داركلي ستيند نيوكليوس. داركلي ستيند نيوكليس، يعني اللي يحب يقرا ممكن في احيانا هتلاقيها بيل والسيتوبلازم مش اسيدوفيليك ولا حاجه، المهم يبقى بيزوفيليك. ده امتى بقى؟ شاطر هو اللي هيعرف امتى السيتوبلازم يبقى بيل بتاعها وما يبقاش اسيدوفيليك قوي، وكمان النيوكليس بدل ما هي دارك كده لا تبقى بيل تبقى فاتحه. امتى الكلام ده؟ لو ما فيش لايسوسومز كتير، اكزهوست خلصت اللايسوسومز بتاعتها وبدا المصنع بتاعها يرجع يشتغل عشان يكون اورجانيلز من دي تاني اللي هي اللايسوسومز. واللايسوسومز اصلا عباره عن بيزيكال جواها مجموعه من الانزيمات، والانزيمات بروتين النيتشر، يبقى ترجع لاصلها انها بتصنع بروتين، فيبتدي السيتوبلازم بتاعها يبقى بيل ما فيهوش كتير من ده لسه هتصنعه، والنيوكليوس تبقى بيل اكتف عشان هتطلع الام ار ان ايز المسؤوله عن فورميشن اوف اللايسوسومز. عشان لو حد بس قرا بره ولا حاجه في كتاب تاني ممكن تلاقي النيوكليوس بيل مش دارك زي ما انا قلت دلوقتي، والسيتوبلازم بتاعها يبقى بيل مش ديب لاسيدوفيليك. امتى الكلام ده؟ لما ترجع يبقى مش جواها لايسوسومز، فهتبتدي تصنع لايسوسومز، فبالتالي النيوكليوس بتاعتها الدي ان ايه هيتفكفك عشان يطلع ميسنجر ار ان ايه، والسيتوبلازم يبقى فيه بوليسومز وبولي رايبوسومز كتيره، وار ار ان ايه رافندوبلازم بريتيكولم كتير عشان يبتدي يصنع الايه ويبني اللايسوسومز. تمام. طيب علشان اشوف الماكروفاج كويس تمام، بحتاج ان انا احقن صبغه، او ممكن كمان ان اشوفها ان فيفو. يعني ايه؟ يعني جوه الجسم الكائن الحي، ممكن اشوف الماكروفاج جوه الكائن الحي. ازاي؟ ان انا بحقن صبغه اسمها الفيتال ستين، دي خدتوها في بدايه الكورس. الفيتال ستين عباره عن ماده لونها لبني اسمها التربان بلو، بحقنها هي اول ما الماكروفاج تلاقي المكان اللي اتحقن فيه ده تجري عليها تروح واخداها وما تقدرش تكسرها، فبتحتفظ باللون ده جواها فتبان لي لونها لبني. خلاص. ايه بقى الفانكشنز المخرج؟ الماكروفاج كان انجست ديد سيلز زي الار بي سيز. الار بي سيز بعد 120 يوم بتموت وبيطلع غيرها. تمام. زي ما اتفقنا هي بتشارك في اللاين اوف ديفنس اجينست الانفكشن، اي مايكرو اورجانيزم يدخل بتهاجم وبتدخل بتروح تاخده وتاكله وتكسره جواها وتخلص الجسم منه. كمان بتساعد الليمفوسايت سواء البي او تي انها بتطلع له الانتيجين، الانفيدر ده او مايكرو اورجانيزم ده اسمه انتيجين. تمام. فبتكسره بتعرف عليه الليمفوسايتس وبتبقى اسمها انتيجين بريزنتنج سيل، من ضمن الفانكشنز بتاعتها. احيانا يبقى المايكرو اورجانيزم اللي داخل ده كبير قوي، يتجمعوا مجموعه من السيلز الماكروفاج سيلز مع بعض ويدونا الجاينت سيل، زي مثلا في العدوى بمرض السل اللي هو التي بي، تلاقي الماكروفاج بدل ما هي واحده زي اللي انا رسمتها من شويه تمام،
يحصل فيوجن لاكتر من واحده مع بعض، ادي واحده وادي الثانيه وادي الثالثه، خلاص يعملوا ماكروفاجز كبيره، ماكروفاج كبيره وعندها مالتي نيوكليوت. ثلاثه معناها ان دول كانوا ثلاث خلايا، تبقى الخليه شكلها كده اسمها جاينت سيل. تمام؟ اوكي. بعد كده هيبقى في الفات سيلز، كل ده احنا طبعا في الفيكسد سيلز حتى الان. الفات سيلز ودي خليه هنرسمها برضو مع بعض، بيبقى شكلها اوفال تو راوندد، يعني يا اما الاقيها اوفال ان شيب كده او الاقيها راوندد كده اهو. تمام؟ الخليه دي عباره عن خليه مخزن. يعني ايه؟ يعني هتخزن الفات دروبلتس، الدهون هتتخزن جوه الخليه دي. طب انا عشان يبقى عندي مخزن يشيل كميه كبيره، افضيه ولا اشغله؟ لازم هفضيه. فهبص الاقي ان السيتوبلازم اتزاح لبره كده، تمام؟ في المنطقه ما بين الخطين اللي انا رسمتهم دول، هنا السيتوبلازم، والاريا دي كلها الدايره الداخليه دي هيبقى فراغ يتكوم او يتخزن فيه الفات. هنا كل ده هيبقى فات، المنطقه دي كلها تبقى اوكيوبايد بمين؟ بالفات. يبقى السيتوبلازم اتزنق لبره خلاص عشان يدي سبيس للاكوميليشن اوف مين؟ اوف فات. تمام؟ طب والاورجانيلز والنيوكليوس بتاعتها فين؟ موجودين، بس برضه هيترحلوا لبره، بحيث اهو النيوكليوس هتيجي تبقى هنا النيوكليوس شكلها فلات واوفال كده، دي نيوكليوس على بريفري وان، بريفري وان سايد كده، تمام؟ من الايه؟ من الخليه، وحواليها شويه السيتوبلازم اللي فيه مجموعه من الاورجانيلز القليلين اللي يا دوبك على قدها، اصل دي مش هتصنع حاجه، امال هتعمل ايه؟ مخزن، ريزرفوار فور فات. تمام؟ طيب الخليه دي لما اجي اصبغها بالاتش ان دي عشان اشوف شكلها ونوصفها، بقى احنا قلنا اوفال ان شيب، ولكن الاصفر اللي فيها ده كله هيدوب، هيتمسح. ليه؟ لان الفات هيحصل له ديسولفنج، هيدوب اثناء البريباريشن، الكحولز بقى وحاجات كده، فكل ده هيدوب الفات ده. يتبقى لي الشكل ده، الاطار الخارجي ده اهو، اهو الاطار الخارجي ده اهو، تمام؟ والحته المبقلظه سنه ديت اللي فيها النيوكليوس وشويه الاورجانيلز القليله. الشكل ده يقولوا عليه جمع الخواجات سيجنت رينج ابيرنس. مهم قوي الاكسبريشن ده، ان هو لو بصيت له كده تحس انه عامل زي ختم الخطبه. ده الفراغ، المكان اللي كان فيه الفات هنا، تمام؟ الجزء ده كله اللي هيتحط مكانه الصباع، تدخل فيه الصباع ده اهو، والكلكيعه بتاعت الخاتم اللي من فوق اللي هي الحته اللي فيها النيوكليوس ومين وشويه الاورجانيلز القليله. طيب علشان اشوف الفات جواها اصبغ بقى بحاجه ثانيه سبيشال، يا اما الاوزميك اسيد او السودان 3 او بيليك، تمام؟ ليه؟ عشان يبان المنظر ده. يبقى ده لو بالاتش ان دي زي ما احنا شايفين كده، ادي السيجنت رينج ابيرنس، احنا لسه قايلين ادي الاطار الخارجي وفراغ من جوه والنيوكليس كعبير على ناحيه اهي، تمام؟ ده السيجنت رينج ابيرنس. لكن هنا لا، هنا انا شايف كور سودا عباره عن ايه؟ عباره عن الفاتس، تمام؟ الكور سودا اللي هنا دي كل واحده فيهم عباره عن فات سيل، تمام؟ اللي باين هنا او اخذ الصبغه من الفات، فعشان كده باين الاسود، لكن مش باين النيوكليس ولا السيتوبلازم. طب ايه الفانكشن بتاعت الفات سيلز؟ الفات سيلز طبعا السنسز والستورج اوف فات، وبالتبعيه الديوريشن في البودي تمبريتش والهيت برودكشن، تمام؟ وقلنا كمان في البدايه انه من ضمن الفانكشن بتاع كونكتيف تيشو انه مسؤول عن البودي كنترول، يبقى في خليه هنا اهي هتعمل الفانكشن بتاعت البودي ايه؟ كنترول، تمام؟ دول كده الفيكسد سيلز. امال الفري بقى؟ الفري عندي منهم اتنين برضو انتوا كنتوا سمعتوا عنهم، فيهم واحده اسمها البلازما سيل. البلازما سيل زي ما احنا شايفين اهي معانا، الاصل بتاعها او الاوريجن بتاعها اهي، احنا نعمل عليها حد دي من بره، الخليه البائيه البي لينفوسايت اللي انت قلت انت كنت بتاخدوها زمان بحرف باء، دي بائيه، تمام؟
البي ليمفوسايت بتدافع عن الجسم ضد المعتدين او الغازيين من المايكرو اورجانيزمز عن طريق انها بتطلع انتي بودز، فبتتحول البي ليمفوسايت للبلازما سيلز. تمام، البلازما سيلز دي هي اللي بتبقى موجوده في الكونكتيف تيشو، خلاص تبتدي تصنع وتطلع الانتي بودز اللي تخرج علشان تهاجم المايكرو اورجانيزمز. باللايت مايكروسكوب زي ما احنا شايفين كده النيوكليس بتاعتها اكسنتريك، يعني ناحيه طرف من الاطراف متطرفه لبره، خلاص مش في النص مش سنترال. تمام، والشكل بتاع النيوكليس بتاعتها زي ما احنا شايفين برضو هنا اهو في بالاي ام اهو المنظر بتاعها يقول لك عليه كارت ويل ابيرنس. كارت ويل ابيرنس بيبقى عامل زي العجله بتاعت العربيه الكارو. ليه ده الترتيب بتاع الهيتيروكروماتين كده على البريفري والايوكروماتين في النص بالشكل اللي احنا شايفينه ده، فيدينا الابيرنس ده او واتس كولد كارت ويل اور كلوك فيس ابيرنس. تمام، طبعا كخليه بتطلع بروتين اللي هو الانتي بوديز. تمام، فيها كميه رهيبه من الرافند بلازم كريتيكلان زي ما احنا شايفين هنا، وطبعا مع المصنع في الميتوكوندريا علشان السورس اوف مين اوف انرجي. تمام، الفانكشن بتاعها ايه؟ زي ما اتفقنا بتطلع الانتي بوديز ودي عباره عن بروتينات. لو جيت بصيت عليها باللايت مايكروسكوب فيها كريتيريا مهمه جدا برضو بتتسالوا فيها، ابص الاقي ايه؟ ادي نيوكليوس وادي الدنيا البروتينات اللي طالعه لونها ازرق. تمام، الاقي في اريا كده فاتحه او لونها بيل او فاتح، ايه الاريا دي او اللون ده عباره عن ايه؟ او المكان الفاتح ده اللي مش واخد لون ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن مكان جولجي. جولجي ما بيتصبغش زي ما اخدته في السيتولوجي بالاتش اند اي، محتاج سيلفر عشان يظهر. طب لما يبقى ويل ديفلوبد وكبير ومحترم كده وواخد مكان كبير فوق النيوكليس ونصبغ بالاتش اند اي ما يظهرش، امال يظهر ايه؟ يظهر مكانه فاضي. هو مش مكان فاضي، لا ده مكان جولجي. والكلام ده كان زمان ايام لو يعني لو بتتفرجوا على افلام قديمه ولا تلفزيونات هتلاقوا كان زمان التصوير بكاميرات ليها نيجاتيف. النيجاتيف ده يطلع لك اشباح. فهو هنا ده شبح جولجي. عشان كده سموه نيجاتيف جولجي ايمج. اسمه ايه؟ برضو دي حته مهمه جدا. نيجاتيف جولجي ايمج. نيجاتيف جولجي ايمج. تمام؟ تمام. طيب في الماست سيل، الماست سيل دي خليه بتطلع حاجتين هيبرين وهيستامين، والنوعين عباره عن بروتينات، يبقى الخليه دي الكرايتيريا بتاعتها انها بتطلع ايه؟ بروتين. بروتين سنسيتايزنج سيلز. يعني باللايت مايكروسكوب السيتوبلازم هيبقى بيزوفيليك، وبالالكترون مايكروسكوب هنلاقي فيها جولجي ورافندوبلازميك ريتيكولم كتير والميتوكوندريا كتيره جدا، وفيها جرانيولز اللي هي اما فيها هيبارين او اما فيها مين؟ هيستامين. تمام؟ طيب هنا لو شفت دي مصبوغه بالاتش ان دي مديني لون غريب، لا هو الازرق ولا هو الاحمر، لون بتنجاني لو انتوا شايفينه واضح كده. يعني ايه اللون البتنجاني ده؟ حاجه اسمها فينومينا، يعني ظاهره اسمها الميتاكروميجيا. ان انا اصبغ، اخدتوها برده بدري في الستيننج في اول المحاضرات، ان انا لما اصبغ بصبغه معينه الخليه دي عندها القدره انها تعكس لون مش لون الصبغه، يعني الصبغه لونها لبن تريبان بلو مثلا، المفروض الجرانيولز تاخد اللون اللبن، لا ما تاخدش اللبن، تدي لون تاني بعيد عن لون الايه؟ الستين، تدي اللون اللي احنا شايفينه دوت البتنجاني شويه كده، هو الاحمر ولا هو الازرق. الفينومينا دي او الظاهره اسمها الميتاكروميجيا، الابيليتي اوف دي سبستانس، الحاجه بقى سواء خليه او الجرانيولز اللي جواها، تو ستين ويز ا ديفرنت ستين فروم ذا ايه؟ اوريجينال كلر اوف ذا ستين. بدل ما الستين لونها لبني المفروض الخليه تاخد اللون اللبني، لا مطلع لي بنفسجي. هو ده واتس كولد الميتاكروميجيا او الميتاكروماتيك ستين. تمام؟ طيب
الفانكشن بتاعتها زي ما اتفقنا بتطلع الهيبارين او الهستامين. الهيبارين ده انتي كواجلانت، اما الهستامين ده ميدييتور للالرجي او الحساسيه، الانفلاميشنز اللي بتحصل اثناء التحسس او عمليه الحساسيه اللي هي الالرجيك رياكشن. اللي بيحصل ايه؟ ان الهستامين ده بيعمل بيسبب فازو دايلاتيشن للبلاد فيزلز ويزود البرميابيليتي، يبتدي يطلع فلويد زي ما قلت لكم من البلازما بره البلاد فيزل، يحصل له اكيوميليشن في المنطقه بتاعه الانفلاميشن، ويبتدي يحصل تورم واحمرار، احمرار بسبب فازو دايلاتيشن والتورم بسبب اكيوميليشن اوف فلويدز وهكذا، وده هتاخدوه بالتفصيل ان شاء الله في الباثولوجي. وبكده احنا خلصنا السيلز اوف ذا كونكتيف تيشو بروبر. المره الجايه ان شاء الله هناخد الفايبرز وهناخد السب تايبس اوف كونكتيف تيشو بروبر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.